سلام سلام، من فضلكم اللي ما سمعش الجزء نتاع البارح ما كاين لاش يشوف هذا نتاع دابا لانه ما يفهم حتى شي حاجه. اللي ما عرفتوش فين تلقاوه تلقاوه لتحت في اول تعليق. خليناها لما صوفيا كتقول بلي انه لغد لي غادي يوصلنا ميساج من عند هذا الخطيب وتيقول لي فيه اللي بيناتنا تسالى، انا كنت باغي هادشي وباغيك من كل قلبي ولاني باك نوض المشاكل والصداع وهادشي ما غاديش يتحل وما غاديش يمشي مزيان. انت الله يسهل عليك وانا الله يسهل عليا، غير انا قريتك المساج ما تصوروش باش حسيت. كل شي تيبان ليا ضبابة وكحل وطحت وبديت كنبكي وشدني انهيار ما بغيتش نحبس. عيطت لصاحبتي قلت لها اجي عندي دابا نمشي انا وياك لواحد البلاصه. شدينا طاكسي بديك الحرقه من النار شاعله فيا، مشيت للدار اللي كانت غادي تكون داري وبغيت نحل الباب ولقيت بلي انا والخطيب مبدل القفل ديال الباب. يعني السيد كان بدلها واحد يومين ولا ثلاث ايام من قبل. بديك الاعصاب هزيت واحد الحجره الكبيره وبديت كنهرس في داك الباب اللي كان صحيح ولكن تشق، وهرست واحد البلاكه اللي كانت على برا. خرجت وانا تنقول يا ربي يا ربي تدخل فيا شي طوموبيل، يا ربي راني بغيت ننتحر. والاب ديالي مشى، وسيد اللي كنت حطيت الاحلام ديالي معاه وداري لي اسس وصايبتها عن حب وعلى ذوقي كل شيء مشى وتبخر وبدات كتبان لي الضبابه. كانوا عندي شي دويات ديال الاعصاب وديال القولون العصبي، داك الشيء كان مخلط بلا ما غادي نشعر غادي نخلطهم وشربتهم دقه واحده. صاحبتي ما شافنيش فاش كنت درت هذا الشيء مع كانت كتشد ليا في الطاكسي، غير حنا قربنا نوصلوا للدار غادي نغيب. داتني للسبيطار وداروا لي غسيل المعده، ما قالت لماما والو وبقات كتصون على خطيبي وكتقول لي شنو واقع لصوفيا. سولها واش خاصها شي حاجه واش نجيب لها شي حاجه، قاليني خير سمحي لي اختي فلانة راني ما نقدرش نجي حيتاش باها نوض الصداع والمشاكل. وقولي ليها الله يشافيك ويسهل عليك، انا ما تسرطاتش ليا ما تقبلتهاش. عموما في داك النهار غادي ناخذ قرار وغادي نرجع للدار وبديت كنبكي، غادي نصلي ونبكي ونبقى تنقول يا ربي ما غاديش نبقى مازال ندور بشي دري، هذا غادي يكون اول واخر واحد في حياتي. واستمريت في صلاتي اللي عمرني ما قطعتها منين وانا صغيره واخا يكون اللي كان، ونقرا قراني كل نهار اللي كانت فيا قاعده. بديت كنصلي وكنبكي وكنقرا القران وكنخوي على ربي كاع داكشي اللي في قلبي، علما انني صليت صلاه الاستخاره من قبل على هذا السيد. وهاد الاحداث بداو كيدوروا ليا في راسي، بديت كنتسائل صوفيا ياك ما خرجت عليك الريبه، ياك ما هي اللي تكون فرتكات ليكم الشمل، ما كانش خاصكم ديروها حيتاش تفكرت انه اللي تيدير الريبه راه كيدخل في حرب مع الله. خديت قرار انني نبقى نخدم وما نتزوج، علما انه هذا السيد قبل الفاتحه قال لي راني بغيت نصارحك بواحد القضيه بغيت نقولها لك قبل ما نتزوجوا. قلت له شنو هي؟ قال لي راه واحد النهار كان واقع لي واحد المشكل، مشيت للسبيطار وانا ندير واحد العمليه وقالوا لي بلي انه عندك نسبه قليله ولا جد ضعيفه فانك تجيب شي وليدات. دابا صوفيا واش انت مستعده انك تكوني معايا وما يكونوش عندك الاولاد؟ في ديك اللحظه بقوه ما بغيتو كنقول ليه اها انا مستعده انه ما يكونوش عندي ماشي مشكل، لدرجه ما قلتها لحتى شي حد وبقى هذا السر غير ما بيني وما بينه. يمكن بدات كتوضح لكم الحكمه الربانيه في هذه الحكايه. المهم ربي كان عالم بالصدق النية ديالي واللي كنت غادية بها مع هاد السيد، لدرجة انه الامومة في ديك الوقيتة حيدتها ماشي مشكل، المهم غير تزوج بهاد السيد ونتهنى من المشاكل ديال بابا. بالنسبة ليا هذا هو الحل المناسب. الامور تفرسكو كل واحد مشى في حاله وبابا ما كاينش في الدار، وانا غادي نتحمل المسؤوليه والكره ب 1500 درهم والموضوع اللي كانوا كيجيونا غاليين بزوجهم كانوا كيجيونا في المجموع شي 600 درهم وانا اصلا تناخذ غير 700 درهم في الايام العاديه، اما في الدخول الدراسي تناخذ 1000 درهم. يعني كيفاش غادي ندير لهذا المبلغ؟ كيفاش ندير لهذه المسؤوليه وغير انا بوحدي اللي تنخدم؟ خوتي باقيين تيقراو وماما جالسه غير في الدار. لكن سمعوا مني، ربي سبحانه وتعالى كان كيسهل ليا الناس في ديك المكتبه واللي كانوا كليان اللي انا عزيزه عندهم، مره كيدور معايا هذا مره كيعطيني هذا. واحد الراجل كان كبير في العمر كان تيجيب لي الاحفاد ديالو كنخرج معاهم التمارين وكيقول لي شوفي غادي نتهلا فيك بنتي. واحد النهار غادي يجيب لي واحد الشيك فيه 500 درهم وقال لي هذا بنتي راه ديالك حيتاش تستاهلي وانتي راكي بنت الناس، وكل شهر كان تيجي كيعطيني 100 درهم. وكان راجل كبير مره كيجيب لي الحليب مره كيجيب لي اليوغورت، واخا كانوا ازمات مغرقيني هذه الخدمه كانت المتنفس ليا باش انني ما نتفكرش داكشي اللي داز عليا وانني نخرج من الحزن ديالي حيتاش ما عنديش بديل. وبديت كنسي راسي براسي لدرجه كنت غادي ندخل في حاله اكتئاب، ولكن اللي عاوني انني كنت نقرا القران وتيقتي بالله انه ايجي واحد النهار اللي غادي يعوضني فيه خير.
بقيت بحال هكا. انا اللي تنخلص الكرم الموضو والدخول المدرسي ديال خوتي حتى هو عليا، والحمد لله ما كان خاصنا حتى شي خير، كنا مرتاحين مخيرين، ما بقاش داك الصداع حيتاش بابا ما كاينش. واحد النهار غادي نقول ماما اش هاد الحاله اللي حنا فيها، بابا هربان من الدار ومبرع على برا، ما عرفناش فين هو، وخلانا اربعه بينا وانت هي الخامسه وما تفكرناش. علاش ماما ما تطلقوش؟ ماما كانت كتجيها كلمه الطلاق عيب، حيتاش شحال من مره كانت كتحاول انها تطلق، وباها الله يرحمه كان ديما تيرجعها وتيقول لها صبري على راجلك. ابا راني تناكل هكا ديال العصا، وكيقول لها عاوتاني صبري على راجلك، صبري فين غادا ترجعي، حيتاش الام ديالها كانت توفات وهي عندها 35 سنه. كانت كتقول لي ماما كون بقات امي كون طلقت شحال هذا، ولكن حيت هي ما كايناش فين غادي نمشي، غادي غير نشردكم. انا قلت لها دابا انت ما كاينه لا مع راجل لا مع حتى شي حد، واش كتبغي هذا السيد؟ لا لا بنتي صافي هذه التوبه، انا عيشني غير في المراه، ملي تزوجت به في عمري 18 عام وانا تناكل غير العصا. العرس اللي درنا عمر شي حد ما حضر لي من عائلته حيتاش كانوا منويين لاقصى درجه. قلت لها وعافاك دفعي الطلاق، حيتاش حتى حنا راه عيينا معاك، بغينا غير نرتاح واحد شويه. انا وماما كنا صحابات بزاف، انا اللي تنسمع ليها وحتى هي كانت كتسمعني. فعلا دفعات الطلاق وهو غادي تصدم، كيفاش ماما تدفع عليه الطلاق؟ نهار دارت ليه طلاق اتفاقي حيتاش هو ما عندوش، وقال لها ما عنديش باش نصرف عليكم دبروا راسكم. واحد النهار فاش دفعت هذا الطلاق غادي يرجع للدار، وقال لها غادي نرجع لهاد الدار بواحد الشرط، غادي تلغي الطلاق وانتيا هي انا غادي تحيدي من الخدمه تبقي غير في التخمال والجفاف. جا عندي الصاله اللي كنت جالسه فيها وقال لي انت ما يصلح لك حتى شي حاجه، لا خدمه لا زواج، انت غير الدار. وانا حيت حسيت بالحقره علما انني عمرني ما ردت عليه الهضره، اول مره غادي نقول ليه لا بابا انا غادي نمشي نخدم. جا عندي وخرج في عينيه، كيفاش انا بابا هاد الخدمه محتاجه هاد الساعه؟ غادي يطيح عليا وغادي يبقى تيضرب تيضرب. خويا اللي بيني وما بينه عامين ما عجبوش الحال وجا غير باش يسلكني منه. بابا الله يهديك نعش الشيطان، اشنو كيفاش جاي تدخل؟ غادي يهز واحد الخشبه قداشنا هي وضربو في يديه الرساله. بدا الغوات ونضوا الجيران والهيلاله، وحنا كنتباكاو. بابا غيمشي تيجري عند خواتاتو وقال لهم راه ولدي هز العمود باش يضربني، ضربني وبكى سبقني وشكى. شويه عماماتي غادي تهجموا علينا بالليل، كيفاش بغيتو تضربوا خويا؟ لا الله يهديكم، راه حنا سنوات وعايشين معاكم وكنتو كتشوفوا الظلم اللي كنا كنتعرضوا ليه، وعمرنا ما ردينا حتى الهضره على بابا، ودابا كتثقوا به؟ اه ضربتو خويا وفعلتو ليه وتركتو ليه. هزينا خويا ودينا للسبيطار وبدا كيسولو الطبيب شكون ضربك، نديرو ليه دابا سيرتيفيكا؟ لا غير تناقشت مع الوالد وضربني، دابا ندير لك السيرتيفيكا تمشي تشكي به؟ لا ما نقدرش هذاك راه با، وكيبقى احترام بينو وبينو واخا يدير اللي دار. جبنا خويا للدار طايح في الفراش، شويه غادي تدينا عينينا. مع الربعه ديال الصباح كنلقاو بابا جالس حدا الراس ديال خويا وهز عليه واحد الموس صغير حاطو ليه في عنقه، وتيقول ليه والله ما خفت حتى ندوزو عليك من القنت حتى القنت ونوريك تكذب عليا. ماما صافي تخلعات فاش شاف داك المنظر، بدات كتغوت، جرات عليه وسدات الباب. غادي تأزم نفسيتنا كاملين، مرضنا مرض اللي كان شديد ولينا كنخافوا من بابا، وبدينا على ماما خاصك ضروري انك تجربي في الطلاق. بدات في الاجراءات وخرجت ليها الورقه وفرحنا كاملين لاقصى درجه، وقلت لها ماما كان وعدك انني غادي نخدم بالليل وبالنهار باش ما يخصكم كاملين حتى شي خير. بقيت نخدم حتى لواحد النهار واحد السيده جات لي عندي وقالت لي واش ديري ساعات اضافيه لولدي؟ قلت للمكتبه اللي كان عارف الظروف ديالي غادي نبقى نخرج مع ديك 7 8 ديال العشيه باش ها شنو غادي ندير، حيتاش غادي نبدا مع ولد ديك السيده مع 9 ديال الليل حتى لديك 11. تفاهمت معاها على الثمن وقالت لي ما يكون غير خاطرك، وبديت مع ولدها وليت غاديه جايه بالطاكسي. مره كانت دير ليه معايا حليوات، مره كانت دير ليه شكليطات باش نحببو في القرايه حيتاش كان هو عقلو واحد شويه ثقيل، غادي يتجاوب معايا. وبدا كيتعلم بزاف ديال الحوايج في ظرف شهر. في اخر داك الشهر قالت لي امو ايوا قولي لي يا صوفيا شحال الثمن؟ قلت لها 3000 درهم حيتاش كنمشي وكنجي في الطاكسي، وهي تقول لي لا غاليه وهي عندها فيلا قدها قداشنا هي. سولتها ايوا شحال؟ قالت لي 100 درهم. والله القسم اذا خديتها من عندها وانا جايه بالليل تنبكي تنبكي اللي ضيعت على داك الدري، بعدا راه فايته شي 700 درهم. كل مره مدخله في يدي شي حاجه والطاكسيات والتعب، وكندخل للدار حتى لاش من وقت، والصباح كنفيق كنمشي للمكتبه نجلس بلا غدا. عصير وكيكه كنت كناكلهم كل نهار لدرجه انا وليت كنوزن 46 كيلو وانا كانت عندي انا ذاك 22 سنه. صحتي بدات كتضعف وشدني فقر الدم الحاد، حتى لواحد النهار غادي نطيح واحد الطيحه وحده
وجات الاسعافات هزاتني من المكتبه، داتني وداروا لي تحاليل، وقف معايا السيد اللي كنت خدامه معاه وخلص عليا في ديك اللحظه الاسعاف والدويات وداني للدار وقال لي غادي نعطيك 3 ايام ترتاحي فيها وتولي تخدمي. بقيت بحال هكاك حتى لواحد النهارات الاب ديالي قال لنا انا راني جاي عندكم باش انني نرونها عليكم، انا بالخلعه غادي نوض نصوني على صاحبتي، وقلت لها واش ممكن نجيبو قشنا عندكم ونجيو نجلسو معاكم غير على ما بابا يمشي ونقلبو على الكره، حيت راه هددنا بلي انه غادي يجي يقتلنا ويفعل لينا. غادي نمشيو وهزينا كاع قشنا، طلعنا عندها في واحد البيت في السطح وجلسنا عندهم سيمانه، وبابا تيقلب فين مشاو فين مشاو، قلنا ليه بلي اننا خوينا المدينه ورحلنا بالعاني باش يعطينا تساع، هي ما يقلب ما لقناش. دازت سيمانه والصراحه عائله صاحبتي كبروا بينا ورحبوا بينا وما خلاو ما داروا معانا. اب صاحبتي غادي يمشي عند بابا وقال ليها فلان نعل الشيطان علاش كدير بحال هكا مع ولادك. المهم رجع ليه عقله ووعدوا بابا بلي انه صافي غير قول ليهم يوليو لدارهم انا ما غاديش ناذيهم. فعلا رجعنا فحالنا وهزينا قشنا وبقات غدا الامور بحال هكاك. واحد النهار واحد البنت غادي تبدا تجي عندي المكتبه كل نهار حتى تعرفنا وتصور انا ويا واحد التصويره عاديه بالحجاب ديالي وكسوتي اللي كانت محترمه حتى صا ستوري، وداك النهار غادي تقول ليا ديك صاحبتي راه غادي نجي نبات معاك في الدار. قلت لها واخا مرحبا. جات باتت معايا وكانت عزيزه على ماما. بالليل غادي يشوف واحد السيد ستوري ديالها وسولها شكون هذه اللي معاك، قالت لي صاحبتي عطاني النمره صراحه عجبتني. جات عندي وقالت لي صوفيا راه ثلاثه نتاع الناس بغاو النمره ديالك حيتاش باغيين يتعرفوا عليك. انا حيتاش صافي كرهت الرجال وكرهت شي حاجه سميتها التعارف، قلت لها اختي انا مزوقه فيك غير قليني عليك، انا في هذه اللحظه مركزه غير على الخدمه وعلى الدار، لدرجه انه الزنقه ما كنتش كاع كنبغي نخرج ليها. كانت ثقيله صاحبتي تقول لي يلا نخرجوا يلا ندوروا يلا نجلسوا في قهوه، وانا تنقول لها لا ما عنديش لقانه باش نخرج ولا حتى ندور، انا غير تنخدم وكنجي كنعس كنخدم وكنجي كنعس. بقات هاد الصديقه كتقنعني وغير تعرفي وما عرفتي الخير فين كاين، وحتى هي كانت متدينه والله يعمرها سلعه. قالت لي هادو راه قراو معايا ومتدينين كاملهم وداخلين سوق راسهم وراه باغي المعقول. أرى التليفون نشوف، عطاتني وقالت لي اختاري. واخا هاد الاول شكون هذا سميت هذه هي سميتو زوين شنو كيدير هاجمو خدام نفس الهضره. قالت لي عليهم بثلاثه وسولتها شكون اللي حسن فيهم، قالت لي التاس راه كنعرفو مزيان مخلق متدين وكذا وكذا. واخا عطيني مرتي غادي يصيفط لي ميساج وغادي نفتتح معاه الكلام بهاد الرساله بالحرف، شوفها ولد الناس اذا ناوي المعقول مرحبا بك، واذا باغي تفله انا ما عندي ما ندير بالتفليه وما عنديش اصلا الوقت ليها. قال لي مالك قاصحه يلا نتعرف عليك ونسولك شنو سميتك. لا ولد الناس انا ما بغيتش التعارف، اذا باغي التعارف ديال الزواج مرحبا وفي نطاق الحدود الله يخليك. هو عجبو كلامي وقال لي كوني هانيه انا راني ناوي غير المعقول وما باغيش نتفلى. كان خدام واحد الخدمه اللي كانت زوينه، شاف نتاع واحد الخدمه كان في مدينه اللي كانت بعيده عليا ولكن الاصل ديالو من نفس المدينه. بغيت كنهضر معاه كل نهار بكلام اللي كان عادي جدا، لاباس بخير كيف دايره شنو درتي، وكل مره تنهضروا في شي سوره من القران وتنشرحوها مع بعضياتنا. بدينا بتعارف اخلاقي اللي كان زوين بزاف، وانا بديت كنولفو بشويه بشويه مع اني كنت دايره واحد الحذر اللي هو كبير بزاف وما حطاش امل معاه اطلاقا باش انني ما نعاودش نطيح فشي خيبه امل. بقيت عاطيه الدعاء كل نهار في السجود ديالي والبكا وتنطلب من مولانا الفرج اللي بغيتو عاجلا غير اجلا. بقيت كنتعرف عليه حتى لواحد النهار غادي يوقف عليا في المكتبه داير كاسكيطه، انا ما عرفتش واش قال لي ها كيدير لي فوتوكوبي، عطاني الفلوس ورجعت ليه الصرف. قال لي ما عرفتينيش. لا ما عرفتكش حيتاش انا داك كنت ادوي معاه غير في التليفون عمري ما تلاقيتو. شفت الصوره وحده هي ديال البروفيل ديالو بلا كاسكيطه، هو قال لي انا راني سميتي فلان اللي تندوي معاك في التليفون. في هاد اللحظه واحد الخلعه شداتني وواحد الفرحه وواحد الحزن في نفس الوقت، كاع المشاعر ديالي تخربقوا عليا في ديك اللحظه. قلت ليه لاباس بخير مزيان كندوي معاه بحال الكليان يلا بسلامه. بقى كل مره تيجي عندي المكتبه بحال الكليان تيوقف في الكونطوار كيدايره لاباس بخير، حتى لواحد النهار قال لي واش نخرجوا، انا غادي تشدني الخلعه وما قديتش وبقيت عليه الا ما نخرجش معاك. وصوفيا الله يهديك غادي نتلاقاو في واحد البلاصه اللي هي محترمه غير باش ندويو عادي. انا كانت فيا فوبيا ديال اذا شافني بابا غادي يقتلني، ديك الخلعه تربات معايا. واحد النهار غادي نتلاقى معاه في احترام ومشيت للدار بديت كندوي معاه كل مره. واحد النهار غادي يقول لي صوفيا غادي نجيو نخطبو، ويلي بصح غادي نجيو نخطبو. وصراحه عجبتيني واخلاقك زوينه وظريفه ومكافحه،
انا ذاك كنت عاودت ليه شنو قال لي مع الخطيب الاول كيف ما حكيت لكم واكثر. قال لي صافي انا غادي نجي نخطب وانا عجبتني الصراحه ديالك وسولت عليك ومتخلقه وكلشي تيشكر فيك وتيبغيوك وانا راني صافي قررت. انا هنا قسما بالله اذا ما قداني فرحه بغيت نبغوت بغيت نبكي ومع ذلك ما معلقاش داك الامل حيت كنت نقول تقدر توقع شي حاجه في اخر دقيقه. مشيت قلتها لماما طاس مسكينه بالفرحه وقلت لها شوفي يا ماما من دابا غادي نوجد حيت قال لي من هنا لشهر. تخيلوا معايا ربي انا ذاك غادي يفيض عليا بواحد الرزق في دوك الايام اللي ما فهمتش منين جاني. الكليان يديهم مطلقه معايا وغير تيدوروا معايا. غادي نأتت الصالة وغادي نديكوري الدار كاملها وشريت فوتيات جداد. ماما فرحانة وغير كترضى عليا بالليل وبالنهار. غادي نديها نتغداو على برا وغادي نشري لها بيجامات. كنت انا هي الاب والام ديال ديك الدار. كنت مكلفة بكل شيء حتى بقرية خوتي والدخول ديالهم. دابا فاش كنتفكر هادشي صراحة ما فهمتش كيفاش كنت كندير ليها وانا كنشد غير 700 درهم. تقولها لشي حد يقول لك من المستحيلات انه هاد الصالير يدير لك هادشي كله والكرام فوق من هادشي ب 1500 درهم. كنت كنتقاتل وكانت عندي الثقة في مولانا انه جيب لي شي حاجة ديال الخير. كان حافظ على ديك الاسرة ديالي باش انهم ما يتشفوش في عماماتي ولا حتى بابا حيت كان كيقول دابا نشوفوا هاد صوفيا شنو غادي يدير لكم. لكن ربي ما خيبنيش. سمعوا المهم بقيت كل مره كنوجد شي شويه باش نوجد لذاك النهار ديال الخطوبه. نهار كنشري ورقه البسطيله نهار كنشري الطون نهار كنشري الفرماج كل مره كنشري شي حاجه. وانا كنت حادقه بسبب ماما اللي حبتني في الكوزينه. كانت المعامله ديالها معنا زوينه بزاف. غادي نقيد في واحد الكارنيش شنو باش غادي نضيفهم وجمعت لذاك الشيء كله وما خليت ما طيبت ذاك النهار وجدت طبله بالاشكال والانواع ديالها فجاو عائلته باش انهم يخطبوا خصوصا انه جا واحد العدد اللي هو كبير. انا ذاك كنت مصالحه مع عمتي وحده هي اللي غادي تجي غادي يخطبوني من السيد كنت خدامه عنده في المكتبه حيت قلت ليه انت اللي تكون ولي الامر ديالي. علاش انا ذاك تعرف على الزوج ديالي وقال ليه قال لي بلي صوفيا بحال اختي. في نهار الخطوبه ديالي هو اللي غادي يجي وقال ليهم راه الام مطلقه من الاب والاب راه ما كاينش. ذاك النهار اللي جاو يخطبوني فيها كان شهر 4. سبحان الله ربي سبحانه كيفاش قاد الامور ورتبها. شهر 4 من العام اللي فات وقع الانفصال وتدمرت. من موراها العام اللي في نفس الشهر كانت فرحه جديده من نوع اخر. المهم جاو خطبوا درنا خطوبه كبيره اللي دازت زوينه ولله الحمد. وهذا الانسان قبل ما غادي يجي كنت كنطلب الله انه يا ربي توفقني وتكون هذه هي التاليه ويا ربي يكون انسان لي هو صالح. فعلا هذا الشخص اللي تعرفت عليه فيه نفس المواصفات اللي تمنيتهم وانا صغيره. الخطيب الاول ما كانش عنده التزام بحال هذا السيد اللي عرفت كان الله يعمرها سلعه. ولكن هذا الشخص صوره واخلاق واللي شافو في عائلتي تيقول تبارك الله ما شاء الله شنو ديتي. كان كيعاملني بحال الاميره قسما بالله. سالت الخطوبه وبدينا كنتفاهموا فوقاش نديروا العقد. جمعنا اوراقاتنا والنهار غادي يوصل العقد غادي النهار بالبكا حيتاش راكم عارفين. تفكرت الاحداث اللي فاتوا عليا بديت كنبكي وشدني الحرق في كرشي نحت الشيطان وتذكرت انه اليوم انا عايشه في عوض خاصني نستغله. مشيت انا وياه وماما وخويا والديه ومشينا درنا العقد ديالنا وياه على فرحه كيفاش كانت. واخيرا اخيرا خرجنا والشتا كان كطيح والجو كان زوين بزاف. بقيت كل مره تنعرض على عائلته وكنكبر بهم وكندير عراضه اللي كانت فعلا تركه فين ما كانت عراضه كنت كنجمع عليها على تيسا. من بعد غادي يجي يقول لي صديق ديالك صوفيا ما غاديش نعطيه لك دابا غادي تصبري عليا حيتاش راكي عارفه يلا بديت الخدمه. واخا انا ما عنديش مشكل فيها خير. غادي نديروا الخزانه قدام الدار وفرقنا الرجال بوحدهم والعيالات بوحدهم باش نديروا الصدقه. داز واحد النهار ماشي عرس ولكن اللي شافو تيقول لي ما شاء الله كان خاصك غير البرزه وغادي يكون عرس. داز داكشي اروع ما يكون علما انه قبل ما يوصل هذا النهار كنت كنقرا سوره البقره كل نهار على الماء وكنرش بها الدار وكاع القنوطه وكنرقي بها راسي وخوتي والذكر والحصن كل نهار حتى غادي يدوز ليا نهار اللي كان رائع وبدون مشاكل واللي تمناه اي وحده. سالينا الصداقه وبدينا كنتفاهموا على انه العرس نصبروا عليه واحد عامين بيد ما يوجد هو راسو لانه كان خاصو يقاد الدار اللي غادي نسكنوا فيها حتى عائلته. كانت عندهم واحد الدار اللي كانت ملاصقه مع
دارهم اللي كانت معزوله من غير الكوزينه اللي كانت مشروكه مع حماتي. بدينا كنوجدوا العرس ومشيت عند واحد المكافه باش انني نوجد شنو غادي نلبس. هنا غادي تنطق وغادي تقول لي صوفيا راه غادي تكون واحد المسابقه في واحد الجروب نتاع العروسه الزوينه اللي غادي تربح عرس وفطور وغادي تكون الصحافه الاول حتى الاخر، وانت ما غادي تحطي فيه حتى شي حاجه من غير انك غادي تبرزي وتعرضي على عائلتك وتمشي في حالك. غادي يكونوا فيه غير مكافات المعروفين وكل شيء معروف. مشيت عند ماما للدار وقلت لها كاع انا هذا عندي زهر انني نشارك في هذه المسابقه ونجح. لا ما نظنش. لا شاركي يا بنتي ما خسرتي والو، حتى تصورتي داك الجروب. وبديت كنصيفط لصحاباتي بداو كيصوتوا عليا غير بلايك، وداك الجروب كانوا فيه غير البنات، كان ما بيننا 10 ديال الناس وبداو كينقصوا حتى ولينا 3 بينا. كنت مستبعدة كل بعد انني غادي نربح في هذه المسابقه، لكن في نهار واحد كل شيء غادي يتبدل. حتى كنشوف راسي انا هي الثانيه اللي غد ليه غادي تخرج النتيجه. وصل داك النهار ومن ظهري غادي تقاد الكونيكسيون عندنا، فبداو كيصوروا عليا صحاباتي دخلي الجروب تشوفي دخلي ياك لاباس شنو كاين علاش مبروك عليك راكي جبتي اكثر اعجاب على الصوره ديالك راه صوتو عليك وخاصك دابا تمشي عند المكافه الفلانيه غادي يلبسوا لك التاج. قدتني فرحه شدي الطاكسي بالليل ومشيت انا وخويا وماما عند المكافه. استقبلوني بالحليب والتمر ولبسوني التاج وداروا لي السلام وقالوا لي غادي يكون عرسك اسطوري. حددنا الموعد وصونيت على راجلي راني دخلت عليك بالخير، ها هو العرس غادي يدار لينا فابور كامل مكمول. العائله كلها فرحات. صافي جيت بحالي للدار وحنا فرحانين بداك العرس اللي كانت بقى لي شي شهر ونص. غادي تجي كورونا، كلشي غادي يتسد وكلشي ممنوع خصوصا التجمعات. انا بديت كنفقد الامل حيتاش العرس ما غاديش يبقى وما عندي زهر، ولاني كنت نقول لعل فات الامر خير. مولانا دار ليا بزاف ديال الحوايج وربما هاد العرس الاسطوري بالذات يكون شرع ليا. حنا كنامنوا بلي انه العين حق ويقدر يتأذى شي حد فينا ولا يوقع شي مشكل ولا بزاف ديال الامور. صوفيا ما تحزنيش مادام مولانا ما كتبوش ليك الا ومن موراه شي خير كبير غادي تعرفيه. داز كورونا صدقنا رحلنا لبارطما واحده اخرى اللي كانت زوينه وقاديناها. في ديك كورونا ربي يضع لي رزق كبير وخرجت من ديك المكتبه حيتاش ما بقيتش قاده على داك العذاب والضغط. غادي ندفع السيفي ديالي في واحد المدرسه اللي غادي نخدم معاهم في الاداره لمده 7 شهور، ومع كانت فيها الحقره وصالير كان ناقص غادي نضطر انني نخرج. وبقيت كل مره اشنو كنخدم وانا حاطه هدف انه ماما ديما تكون طوب ومزيانه. بقينا مستمرين بحال هكاك وداز كورونا وجا العيد الكبير وشريت حولي لدارنا وفرحوا وبديت كنتخلص مزيان في واحد الخدمه عن بعد. وماما كان عندها حلم انها مسكينه تمشي لشي سوبر مارشي لي كبير وتقدا كاع داكشي اللي محتاجه. ماما لبسي حويجاتك ويلا معايا. ديتها لواحد سوبر مارشي كبير وشريت لها كاع الحويجات اللي كانت تمناهم. كنت مره كنخرجها للريستوران مره كنفطرها على برا كل مره اش كندير. علاقتي براجلي كانت الحمد لله مزيانه وديك الساعه كنا دايرين العقد كنتسناو غير العرس وغادي ترفع الحجر الصحي وعطاو الترخيص للعراسات بنسبه قليله ديال المعروضين. وهنا قلنا الله يجعل البركه قررنا باش نديرو العرس وانا مخلوعه لانه ما عندي حتى شي حد من العائله اللي يعاونني ولا يعطيني شي مقدار باش انني نعاون راسي ولا نشري غير شي حويجات. جا راجلي وعطاني صداقي اللي كانت فيه 10000 درهم كيف ما اتفقنا غادي يزيدني مسكين 700 درهم حيتاش كان عارف بلي انا ما عنديش اللي يعاونني. شريت حويجاتي وخرجت قفطناتي. تخيلوا معايا ديك 1,700,000 حاولت انني ندير بها الليله ديال الحنه ونوكل بها عندي في الدار والحمد لله سيمانه وانا عندي الفرح في الدار. جاو خوالاتي وقلت لماما نعرضوا على ماماتي. هي كانت ضد الفكره حيتاش عارفه بلي انه غيجبدوا غير صداع والمشاكل. قلت لها ماما راني بديت صفحه جديده وعفى الله عما سلف وربي حتى هو كيسمح علاش حنا لا. غادي نعرضهم بغاو يجيو مرحبا ما بغاوش شغلهم هذاك. هزيت التليفون عرضتهم وقلت لهم مرحبا بكم راني غادي ندير العرس. قالوا لي واخا غادي يجيو. جاو الليله ديال الحنه وكانت اول مره غادي نشوفهم من بعد عامين ونص. فرحوا معايا ديك الليله وباختصار بزاف ديال الاحداث غادي ندوز عرسي وغادي يكون من اجمل ليالي حياتي. كلشي تيسر والدفوع جاني بلا ما يوقف علينا قايد. ربي يسر كلشي بواحد الطريقه اللي كانت عجيبه وغريبه. غادي نسكن مع عائله راجلي اللي كانوا الله يعمرها سلعه ودوز معاهم عامين ونص من بعد حملت وجبت بنيتها وكان عندي داك النهار مميز. راجلي كان داير ليا الخاطر لاقصى درجه وعايشه معاه في واحد الراحه اللي الحمد لله عليها. نسيت ما قلت لكم بلي انه نهار عرفت راسي حامله بكيت حتى شبات. علاش كنت نقول صوفيا كنت غادي تضيعي هذه الفرصه ديال الامومه، كنت غادي تدفني راسك وشبابك وغادي توافقي على واحد الحاجه اللي في ديك اللحظه كنت باغا غير تزوجي وصافي. فرحت بزاف خصوصا ملي كانت بنيتها وراجلي ما خلى ما دار ليا
ولدت في احسن كلينيك ودرت احسن اسبوع وجاو عماماتي ورجعنا علاقتنا بهم وحتى هما ما خلاو ما جابوا ليا وفكرتوني في بابا قبل كورونا غادي يضربوا الحيوطه ودرت به ايام وبقى من اوتيل لاوتيل ويجي لعندنا عافاك راه ما عنديش فين نمشي واش ممكن تخليوني معكم هاد الفتره ديال كورونا حيت ما كان لا خدام لا والو كان بامكاني انني بديك اللحظه نرفض ولكن حنا ماشي ولاد الحرام وقلت لماما وخويا ماشي مشكل يجي يدخل نعطيوه بيت يسكن فيه وياكل معانا حيت ما نقدروش نلوحو الزنقه يبقى بانا جاو جلس معانا وكيف قلت لكم دوك ليامات ربي كان مفيض علينا خير كبير والرزق ما كنا مخلينهم والو ما مخصصينهم والو حوايجهم مصبنين واكل كاين عس كيدوش بالماء سخون نهار قال لي راني بغيت نمشي نشوف واحد الخدمه في واحد البلاصه غادي ندور معاه وبحال نسيت كاع داكشي اللي دوز عليا ومع ذلك هزيناه ولكن نهار عرسي ما حضرش جاتني البكي وانا مبرزه حيت كنت كنتسناه بقيت كنقول علاش زعما وتصالحنا وهزيناه وما قدرش نفهم العقليه ديالو عمرو ما جا في شي مناسبه من مناسبات ديولي عماماتي كانوا تيجيو كل مناسبه وكيكبروا بيا ونسينا المناقشات اللي وقعوا ما بيناتنا غادي دير بنتي عام وشي حاجه وبديت كنفكر انه تكون عندي داري بوحدي معنا دايره الحجاب كنضطر انني نبقى بالفولار ديالي 24 ساعه 24 ساعه وانا كنت كنخدم كنقيل في الخدمه باختصار بزاف ديال الاحداث هاد المره ما غاديش نلجا الربا وفوت امري مولانا وخرجنا كرينا في الدوره اللي كانت رائعه بواحد الثمن اللي كان جد رمزي وكانت كبيره الحمد لله انه حياتي تبدلات حيت اشتقت في مولانا هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكايه صوفيا يا سادة الكرام تيقول لك انه اعلى درجات التعافي هي لما يصبح المرء معالجا ذاتيا لنفسه تيولي هو المنقذ الاول حيتاش من لم يكن نورا لنفسه عمر ما غادي تكفيه اضواء الكون كلها فكوني على يقين انه كل حاجه دزتي منها مكفره للسيئات ديالك كل صغيره كل كبيره كل غصه حسيتي بها غير بوحدك كل فكره ارقاتك وما قدرتيش تشاركيها لشي حد حتى من المشاعر اللي عطيتيهم بصدق كل ما قيل من ورائك كل الم وكل حاجه عند بالك باللي انها تافهه واذاتك كل هادشي كيرفع من الدرجات ديالك عند مولانا وكيكفر من السيئات ديالك كيقويك وكيعلمك درس عمرك ما تنساه انه لا ملجأ الا اليه وحده سبحانه وبلي انه ساعات الحزن ما كدومش دوام الحال من المحال حيتاش من بعد تيكون واحد الفرح اللي هو عظيم يبهج الروح هذه هي كانت حكايتنا الليله كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها خليوا كلام جميل لصاحبه الحكايه دمتم في رعايه الله وحفظ نتلاقاو بعد الله ان شاء الله سلام سلام